احنا دايما كبار يعني نقول ايه، الكوابيس بتجيلنا نتيجه العقل الباطن، ان عقلي الباطن صح. حصل له مش عارفه ايه فيجي لي كابوس. صح. طب هل الاطفال عندهم عقل باطن؟ عندهم. هقول لحضرتك على حاجه، كانت الابحاث زمان كانوا بيقولوا انه ما فيش ذاكره للاطفال خالص اول ما يتولدوا، ما فيش. دلوقتي الابحاث اثبتت انه الذاكره موجود منها جزء، وهو والطفل واحنا يعني عندنا حمل في بطن امه بيبقى عنده شويه ذاكره. والدليل على ده حضرتك مثلا بنقول ايه، حاولي تغني، حاولي تكلمي عشان يسمع صوتك. فلما مثلا تقول لو استخدمتي نفس الاغنيه مثلا عشان تعرفي تنامي تلاقيه نام برده بنفس الطريقه. ليه؟ عشان خاطر هي الذاكره فعلا موجوده هنا. وكمان حاجه تانية، السمع عند الاطفال بيكون متكون كمان هنا، فبيسمع وعشان كده بيطمن اكتر لما مامته بتشيله بتقول له نفس الكلمات او نفس الاغنيه او نفس النغمه اللي كان بيسمعها لما كان موجود العقل الباطن طبعا الموجود. بس انا كده هوريكي صوره كده شويه لو حابه تشوفي العقل الباطن شويه. أيوة. لو جينا كده بصينا شويه هتلاقي ايه ال شايفين الكاميرا؟ معلش الكاميرا انا بص عليها. ايوه تمام اهي. فتخيلي كل ده العقل الباطن يا في الاطفال، كل في الاطفال كلنا يعني كام بليون معلومه بتوصل في الثانيه يقدر يخزن، لانه ذاكره موجوده فيه يقدر يخزن 2 بليون معلومه في الثانيه. وهم لسه هم اطفال ولا هم لسه جنين؟ العقل الباطن بيخزن، يقدر بنقول لك الساعه التخزينيه بتاعت العقل الباطن بتاعته 2 بليون معلومه في الثانيه. العقل الواعي صغير من 5 لـ9 معلومات بس يقدر يخزنها في الثانيه. فتخيلوا تاثيره قوي ازاي، كل الذكريات بتاعتنا موجوده فيه، كل المشاعر اللي احنا عشناها موجوده فيه. كتير قوي حد من الكبار لما بشتغل مع ناس كبيره يقول لي مش عارف انا دي بعملها ازاي كده، يعني انا ليه ما احبش يبقى في طبقين في الحوض، ليه ما لازم الكوبايه الغزل انا بيجي لي بهتراوش بيجي لي هارد اتاك لما اشوف طبق في الحوض. ليه؟ ايه سببه؟ عشان في تخزين كتير قوي من الطفوله في الجزء ده. حاجه تانية كمان، لو انا بقول لنفسي ان الواعي هو اللي بيبرمج الباطن، فدي ممكن حاجات بسيطه زي ايه، لو هنتكلم عن الخوف، لو ام بتقول لابنها مثلا انت جبان انت خواف، فهو بدا يقول لي انا جبان انا ما بعرفش اطلع الاسانسير انا بخاف انام لوحدي، فيبدا يقول، فابدا اوردر للعقل الباطن يخزن المعلومه ويبدا العقل الباطن يكررها. نعم اسمها حاجه اسمها الحديث الداخلي، ان انت جبان انت خايف. اول ما يشوف الضلمه يروح الطفل يقول لي لا 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 انا ما ادخلش، ده انا ايه جبان. هو استدعاها منين؟ من هنا.